عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الروائية حورية دلمي خريجة المعهد العالي للقابلات، حاضرة هنا في المعرض الدولي للكتاب سيلة 2023 بروايتي في طبعتها الثانية حين خذلتني أي نعت، رواية واقعية حقيقية رومانسية. أصبت بحالة اكتئاب وخرجت من فوضى الاكتئاب بهذا الكتاب حتى أوصل عدة رسائل، أهمها نحن نقاتل الناس بالحب ولا تنسوا الفضل بينكم، وحتى أوصل أيضا أن كل نهاية هي بداية جديدة، وكلما كانت النهاية مؤلمة كان النهوض أقوى، وحتى تنير لابد أن يحترق بداخلك شيء ما، وأن ربنا سبحانه وتعالى يعد ويهيئ أصعب المعارك لأقوى جنوده. فهي رسالة أمل لكل مخذول، سواء من الحب، من المجتمع، من العائلة، أنه لا عليك، ما دمت في هذه الدنيا فأنت مبتلى، وقاوم حتى الجنة. بالمناسبة هذا الطبعة الثانية كما سبق وقلت في انتظار الإصدار الجديد، اللي هو حين أينعت قطفتني بعدما تزوجت الحمد لله بقارئ لروايتي، فانتظروا الجزء الثاني من الرواية.